الأصحاح السابع. وأما من جهة ما كتبتم به إلي، فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها، فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده، فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية، لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر، بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم، وهي من الرب لا مني، أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن، وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب، وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا، والله اشتراكم ودفع الثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون
كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله فيا أنا أيضاً.